والله المانجا دي يا أخي برضو ثمرة غريبة جدا، يعني لم يختلف على المانجا بني آدم أو شعب، الكل بيحب طعم المانجا. وأنا الحقيقة بما إني أحب الأكل جدا، أنا من الناس اللي تحب المانجا فعلا يعني، بس أنا بستغرب دايما طعمها، لأنه طعمها فعلا مش بس شيء. بص، أي فاكهة مختلفة عن أختها يعني، أكيد البرقوق غير الخوخ غير الموز غير غير غير، المانجا لا تستطيع أن تختلف على طعمها. أنا ما ظنش أن في حد يجي يقولك أنا ما بحبش المانجا مثلا. وبعدين المانجا باعتبارها لها أنواع مختلفة، يعني الفاكهة دي نفسها لها أصناف تانية جواها، وتلاقي سبحان الله كل صنف وليه طعمه. فاكهة غريبة جدا جدا، شهية جدا، منظرها مبهج. يعني ازاي اتكلم عن المانجا وانا مفيش قدامي مثلا كده صينيه منوعه، دي زبديه، دي عويسي، دي فونس، دي هندي، دي فص، صديقه، يا سلام. بص منظرها عامل ازاي يا اختي، عليكي وعلى جمالك وحلاوتك وطعمتك. لونها مبهج، طعمها مبهج، ريحتها مبهجه، عظيمه عظيمة. ساعة ما المانجا دخلت مصر، دخلت لنا تقريبا كانت في القرن ال19، ولما بدأنا بقى نزرع المانجا تفوقنا جدا في الزراعة دي جدا. والفصايل لما أو الفصايل بتاعة المانجا اللي جت لنا واتزرعت التربة المصرية طلعت طعم أحلى من التربة الأم اللي جت منها، وده طبيعي بالمناسبة عشان تبقى عارف. يعني أنا هضرب لك مثل بسيط، حضرتك الجرجير البلدي بتاعنا، أنا فاكر مرة اتعمل بحث لطيف كده على زراعة الجرجير في تربة في مركز بحثي في اليابان، ده بجد مش هزار، نفس الجرجير الفصيلة اللي احنا بنزرعها عندنا هي لما اتزرعت في اليابان طعمها مختلف، لأن التربة بمكوناتها مختلفة وبالتالي بتدي لك طعم مختلف ورائحة مختلفة شوية. حلو، المانجا فعلا لما جت لنا في القرن ال19 واتزرعت عندنا طلعت طعم تاني، وطعمها طلع احلى، واصبحت سمعه المانجا المصري الاسماعيلاوي سمعه عالميه. سبحان الله، يعني ما هياش ثمره بتاعتنا، اتزرعت هنا وبقت حاجه نمره واحد. انا ادعو لزراعه المزيد من اشجار المانجا، وادعو للمزيد من تصنيع المانجا، مركزات ومستخلصات وزيوت وتطلع منها بقى المركبات بتاعة الفيتامينات والبيتا كاروتين ده المانجا دي كنز بالمناسبة، عشان بس تبقى فاهم، كنز بالمعنى الحقيقي. مهرجان المانجا لما اتعمل بقى وحضروا مجموعة من السفراء، يعني سفير نيوزيلندا وسفير روسيا واندونيسيا، اهدى بقى، والفلبين على سبيل المثال، وسريلانكا والسعودية، اهدى بقى عشان انا عمال يعني كاتبهم فعمالين بيجروا قدام، والسعودية ومين تاني، والهند، تخيل الهند، بتوع المانجا الهندي كانوا موجودين عندنا، نيجيريا، الأردن، إشادات بقى من السفراء بتوع الدول اللي حضروا معانا مهرجان المانجا، هتلاقي إشادة من سفير الفلبين، إشادة من سفير نيوزيلندا، إشادة من سفير كندا بمهرجان إسماعيلية الأول للمانجا، بالمصري اسمها مانجا، بره يقولوا مانجو، إحنا بتوع المانجا. آه والله، ده أحمد زكي غنى لها في فيلم كابوريا. طبعا ده مهرجاننا الاول في 2022، دي كده الدورة الاولى، احنا بنروج بالمهرجان ده. وبالمناسبة مهرجانات الفاكهة دي بتحصل في كل حتة في العالم، في كل حتة في العالم، يعني الدول والمقاطعات والولايات اللي بتبقى مشهورة بزراعة فاكهة معينة بيتعمل لها مهرجان. بالمناسبة احنا من زمان كان عندنا مهرجان القطن، من زمان كان عندنا عيد القمح، ويمكن احنا تقريبا احييناه من اول وجديد بموسم الحصاد بتاع توشكا وموسم الحصاد اللي اتعمل في مستقبل مصر الزراعي وما الى ذلك. المانجا دي والله العظيم لازم المانجا المصري دي تاخد جايزة افضل مانجا على مستوى العالم. اذا كان في مسابقات للمانجا اظن لازم نشارك. معانا على التليفون المهندس احمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، اهلا اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. عاملين ايه في اسماعيليه؟ والله الحمد لله، النهارده ختام المهرجان. الحمد لله النهارده، يعني المهرجان طبعا زي ما سيادتك عارف كان متنظم على يومين، يوم 19 اغسطس و20 ويوم 20.
النهارده كان حاليا دلوقتي احنا بنشهد ختام المهرجان. الحمد لله تموا اليومين بخير وبنجاح الحمد لله، يعني نجاح لم نكن نتوقعه ما شاء الله. لدورة أولى لمهرجان المانجا، الفاكهة الجميلة اللي شعب مصر والعالم كله بيحبها. طبعا أنا يعني مش هضيف حاجة عن اللي سيادتك قلته في تقديم الفقرة عن المانجا وجمالها ويعني ومميزاتها يعني. لا هتضيف حاجات كتير أنا متأكد، بس أنا كنت عايز بقى إيه تضيف لنا قد قفصين 3 4 5 16 قفص مانجا كده، وكام جيركن عصير نوزع على حبايبنا جوه الاستوديو. بس اكيد هتضيف لي حاجات كتير متعلقه بالمهرجان ده تحديدا، وفكرتكم في انكم تعزموا السفراء بتاعه الدول الاجنبيه والشقيقه ان هم يحضروا معانا المهرجان. اكيد طبعا يا فندم. انا هشرح يعني هتكلم مع حضرتك كده ببدايه الفكره وبدايه التجهيز لهذا المهرجان. ايوه احنا طبعا الفكره ما كانتش وليده السنه دي، احنا الفكره كنا فكرنا فيها في مع حصاد موسم 2019، هو كان موسم مميز، ولكن جت بعد كده فكنا يعني لما الفكره اتعرضت على السيد اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيليه كنا خطتنا ان هي تبدا في 2020، ولكن طبعا نظرا لظروف جائحه كورونا فتاجلت الفكره شويه لحد الحمد لله ما ابتدينا التنظيم والتخطيط ليها من سنة 2022. حلو. طبعا احنا ابتدينا في الأول ندرس الفكرة، طبعا بنركز على المميزات بتاعت محافظة الإسماعيلية. محافظة الإسماعيلية أو مدينة الإسماعيلية بالذات هي مدينة سياحية جاذبة للسياحة اليوم الواحد، هي مدينة يعني وهي محافظة الأولى على في إنتاج المانجا على مستوى الجمهورية، فحاولنا ان احنا نعمل مزيج لان احنا نعظم السياحه لمحافظه الاسماعيليه باهم عنصر من عناصرها اللي هي الاسماعيليه بتشتهر بيها. يعني حضرتك لما تسال اي حد يقول لك انا من اسماعيليه تقول له طب انا عايز مانجا، يعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه يعني. فاحنا ابتدينا تنظيم لهذا المهرجان من حوالي 6 شهور بالتنسيق مع رابطه منتجي المانجا في محافظه الاسماعيليه. ابتدينا نعمل ورش عمل ونفكر، وزي ما حضرتك قلت احنا ابتدينا برضو نشوف مهرجانات بره، نحاول ان احنا نحاكي فكره مثلا زي مهرجان الطماطم اللي في اسبانيا وفي مهرجان البرتقال اللي بيتعمل في ايطاليا وفي الهند، ابتدينا نشوف نماذج بره برضو. وبرضو في نفس الوقت احنا طبعا سيادتك عارف ان محافظه الاسماعيليه محافظه برضو مميزه بمهرجانات، يعني محافظه الاسماعيليه محافظه قديمه في مهرجان الفنون الشعبيه طبعا. يعني لينا فوق ال 25 دوره في مهرجان الفنون الشعبيه، لينا مهرجان عندنا مهرجان تاني بيتعمل في شهر ابريل وهو مهرجان محلي اسمه مهرجان ملكة الفراولة، ده بيتعمل مع حصاد الفراولة في ابريل. فاخدنا المزيج بتاع يعني اخدنا افكار محلية بتحصل في اسماعيلية مع افكار دولية وحطينا البروجرام بتاع مهرجان الاسماعيلية للمانجو الاول السنة دي. حلو. كانت فكرة المهرجان مقسومة على مهرجان ان هو يتعمل احتفاليه شعبيه لشعب اسماعيليه، شعب اسماعيليه اللي هو يعني المانجا بالنسبه له حاجه مهمه، وعندنا وبالذات ان هو محصول مهم ويعتبر من اهم الصادرات اللي محافظه الاسماعيليه بتصدرها لدول العالم ومن اهم الانتاج الزراعي اللي محافظه الاسماعيليه بتنتجه. وكان عندنا المعرض اللي هو المخصص للوفود الاجنبيه والسفارات، وطبعا والخاص به مزارع ومنتجي المانجا على مستوى محافظه الاسماعيليه. طبعا كان معانا فيه هيئه تنشيط السياحه وكان معانا فيه وزاره الزراعه والجهات المعنيه بهذا الموضوع. وطبعا كان عندنا بقى المنطقه اللي هي مناطق الاحتفالات اللي هي بتبقى الشعبيه اللي هي بتبقى بقى فيها مثلا زي ما تحرك كده منافذ لبيع المانجا، عروض خاصه بالمانجا للمواطنين. وفي نفس الوقت طبعا في نفس الوقت هي ماشيه مع التوازي مع ثقافه الاسماعيليه، يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا مانجا وسمسميه مثلا، ان احنا مثلا بنعمل استعراضات الفنون الشعبيه بالتوازي كانت هي المين فوكس برضو مع المهرجان واحنا برضو ايه في شغالين فيه. فما كان اهم حاجه عندنا ان احنا نؤكد على هويه محافظه الاسماعيليه اللي هي محافظه بتهتم بالفنون، في نفس الوقت هي محافظه
من اكبر محافظات المصدره، ما كانتش اكبر محافظه اصلا مصدره للمانجا. اشرح لسيادتك الاحتفالات الشعبيه، الاحتفالات الشعبيه طبعا ابتدت من زي ما حضرتك عرضت كده في الفيديو ان هي ابتدت من ديوان عام المحافظه، ابتدت طبعا الكرنفال اللي هو بتشتهر بيه محافظه الاسماعيليه في فنونها. طبعا كنا عاملين مجسم للمانجا كبير، كنا جايبين فرق من السكيترز، كنا جايبين فرق من الرايدرز اللي هم كده، وكان معانا طبعا الاتوبيس اللي هو طبعا الخاص بالمهرجان. طبعا الاحتفاليه دي كانت شعبيه، شافها اهالي الاسماعيليه كلهم. كان طبعا ليها ثيم معين طبعا ريليتد للمانجا، حضرتك هتلاقي كله الثيم باللون الاصفر ان هو ليه ثيم مميز. طبعا بعد كده اتنقلنا على المنطقه اللي هي فيها طبعا الوفود الاجنبيه والوفود اللي هي واللي هم المهتمين بالمانجو. دي كانت في نادي جولف في منطقه نمره 6. زي ما حضرتك شايف كان فيها عروض، كان فيها جميع منتجي المانجو في محافظه الاسماعيليه، كل واحد عرض منتجاته المميز عنده. طبعا حضرتك عارف ان محافظه الاسماعيليه بتتميز باهم 3 اصناف من المانجا، السكري والزبده والعويسي. ايوه طبعا. والحمد لله يعني عايز اقول لحضرتك كمان ان في انتاج كمان تطور في المحافظه كمان، يعني يعني انا اول مره اشوف في المهرجان بامانه السكري الفصل ده كان انتاج جديد. طب يعني احنا عاملين شغل حلو في الاسماعيليه اهو. طب انا عايز منك طلب يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. اعتبرها وشوشه، مش هنقول لحد اهو. اتفضل. غير اقفاص المانجا وجراكن العصير، ده موضوع تاني. لا انا هوشوشك في ايه؟ انا عاوز ندلع، خد بالك بقى من ندلع دي، ندلع البيوت الاسماعلاوي القديمه. احنا عندنا في اسماعيليه طراز معماري حلو حلاوه منقطعه النظير، البيوت القديمه الخشب والشغل الكلاسيكي وفرندات معموله بخشب منحوت، عروق الخشب اللي محطوطه في الفرندات العرق الواحد يساوي عشرات الالاف ومش هيتعمل منه تاني. تمام. انا عاوز ندلع البيوت دي ونعمل لها بقى ايه، حمله كده لاعاده هيئتها كما كانت يوم ما اتبنت وبخاماتها الاصليه. تمام. دلعها لنا يا باشمهندس. تسمح لي اقول لحضرتك احنا بالفعل كنا عملنا مجموعه ورش عمل كمان مختلفه مع جامعه قناه السويس. حلو. ومع هيئه قناه السويس، وكان جالنا خبراء من هيئه التخطيط العمراني ومن صندوق التنسيق الحضاري في هذا الموضوع. طبعا احنا بالفعل بالتنسيق مع هيئه قناه السويس في بالفعل بعض المباني التراثيه في محافظه الاسماعيليه اللي بيتم عمل على طول صيانه ليها، اللي هي التراثيه واللي هي المدرجه في التراث المعماري لمدينه الاسماعيليه. طب واللي مش مدرجه؟ خد معاهم اللي مش مدرجه. واللي مش مدرجه كمان احنا بالفعل عملنا دراسه في بعض الاحياء لمدينه الاسماعيليه، وهو حي اول اللي هو حي الافرنج اللي هو القديم المميز. ايوه. ان احنا عايزين نعمل له طابع معماري مميز، وبالفعل هذه الدراسه كان واجه بيها سياده المحافظ، واحنا شغالين عليها دلوقتي زي ما سيادتك قلت، ان احنا نحدد كود موحد لهذا الحي كبايلوت بروجكت للمدينه، ان هو نشتغل عليه بحيث ان مثلا اي رخصه بناء او اي تصميم معماري يعرض على هذه اللجنه، وهذه اللجنه يبقى عندها جايد معين لهذا الموضوع ان هي تشتغل على التيم اللي احنا حددناه لهذا الحي. حلو قوي 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 الكلام ده، كملوا على كده. انا ليه بقول لك يا باشمهندس؟ لانه ايه ده بقى اظنه من الحاجات اللي بتحتاج متابعه وجهد ومثابره بتاعه الشبان. الشبان اللي هم نواب المحافظين اللي موجودين دلوقتي في كل المحافظات. السادة المحافظين الأجلاء أنا عارف إن عندهم ملفات متلتلة قد كده، عشان كده في نواب جايين شبان بيجروا على الحاجات دي، إيه نفسهم ما شاء الله ما يتقطعش. ويا سلام سلم بقى لو نكمل الوشوشة، خلي الكود ده هو كود إسماعيلية كلها. يعني يبقى الكود ده هو الطراز المعماري بتاع إسماعيلية القديمة، يبقى دي كل المحافظة من هنا ورايح. ياه، أصل إسماعيلية دي مدينة الجناين، عاملة زي السويس كده، جناين والله العظيم، اللي يروح السويس قلبه يفرح. طبعًا ده بخلاف بقى إنك تقعد تاكل استراديا وسرنباق وبتاع، دي قصة تانية. ما تيجوا نروح السويس، نعمل حلقة ميدانية من السويس، هتبقى فرصة كويسة جدًا. عايز أشكر جدًا باشمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وطبعًا منتظرين الإقفصة. فكر يا يونس انت وروسه موضوع السويس ده هيبقى موضوع جميل، والله بتكلم بجد، السويس جميله، انا احب السويس قوي قوي يعني.